مركز دبي للسلع المتعددة انعقاد النسخة الأولى من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نهاية هذا الشهر. وقال أحمد بن سليم وهو الرئيس التنفيذي للمركز أن عقود النحاس سيتم إدراجها في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. فلنتابع التفاصيل في هذا اللقاء. هالمؤتمر الأول من نوعه وهدف فهدف يشمل أكثر عن فقط منطقة الخليج بل الهند والصين والعالم يعني. وبما أنه وصلنا إلى فوق 4000 شركة في مجال السلع وغيرها, المؤتمر يوفر فائدة إضافية من ناحية التوعية, من ناحية التواصل في الوسائل والمنتجات اللي توفرها مركز بيل السلع المتعددة. عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة المركز قلتم أنها تجاوزت 4000 شركة, ماذا عن عام 2012؟ ما هو عدد الشركات التي استقطبتموها خلال الربع الأول من هذا العام؟ حوالي 410 شركات في الربع الأول, وهذا رقم قياسي بالذات شهر ثلاثة. هذه نوع من تبين ان دبي ومركز دبي للسلع المتعددة تجذب شركات وتتواصل شركات جديدة. يكون بالعلم يعني ان 90% من هالشركات او معظمها يعني شركات جديدة على الامارات كليا. في فبراير الماضي اطلقتم منصة دي ام سي سي تريد فلو, ما هي عدد الضمانات التي قدمت حتى الان من خلال هذه المنصة؟ وصل عدد الضمانات من الإطلاق حوالي 100 ضمان, ونتوقع أن الحركة تكون تتزايد مع الوقت. خلنا نتذكر أن يعني الدليفري للعقود العاجلة في بورصة بيع الذهب والسلع تطبق عن طريق عن طريق التريد فلو نفسه, لكن تريد فلو متوفر لتوفير السيولة في تجارة السلع وتسهيل التعامل بين البنوك والتجار سواء التجار الصغار أو الكبار. في موضوع السيولة, حجم السيولة المتوفرة لدى الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة, هل هي في تزايد وكيف تقيمون حجم هذه السيولة؟ تركيزنا نحن ان نوفر الخدمات هذه والسيولة هذه وحجم التجارة هذه, يعني هي تبين أهمية السيولة. في نفس الوقت نحن نتكلم عن منصة أخذت كذا جائزة في السنين اللي مضت, فمتفائلين في تريد فلو. إذا ما تحدثنا عن المصاعب أو التحديات التي تواجه تجارة السلع, فما هي أبرز هذه التحديات برأيك؟ بوجهة نظري أنا دائما توعية للتجار, بالذات المناطق اللي ما وصلت أخبار المركز بيع السلع المتعددة. هدفنا نركز على هالمناطق الجديدة, ونستمر علاقاتنا مع التجار والمناطق اللي لنا علاقات تجارية قوية معاهم. فنظرتي أنا هي توعية, ومن ناحية التأقلم أعتقد مركز بيع السلع المتعددة بين للعالم في آخر كذا سنة أن نتأقلم على الأجواء والأوضاع الإقليمية اللي تغيرت في السنين اللي مضت. فكون وصلنا فوق 4000 شركة ونكسر أرقامنا القياسية سنة على سنة من النقاط اللي تبينها شيء. فالتحديات أعتقد هي توعية أكثر عن أي شيء ثاني. وما هو جديد مركز دبي للسلع المتعددة فيما يتعلق بطرح العقود؟ بالعقود هو أكثر مرتبط في بورصة بيع الذهب والسلع. في الوقت
في المستقبل القريب قد صدرون إدراج عقود النحاس، وهذا من طلب من السوق. وفي نفس الوقت فريق بورصة بيع الذهب والسلع مستعدين لها العقد نفسه والأعضاء نفسهم. إطلاقنا إدراج عقد الروبي مثلا أخذ الجو في بورصة بيع الذهب والسلع، معظم التداول على هالعقد. فنحن حذرين أن ما ندرج عقود كثير في نفس الوقت، أن يكون عقود ما تتحملها السوق الوقت الحالي. فماخذين خطوات حذرة في من ناحية بورصة بيع الذهب والسلع، لكن النحاس هو الشيء، هو العقد اللي مركزين عليه الوقت الحالي. ومتى من الممكن أن نشهد طرح هذا العقد؟ قريب إن شاء الله، إن شاء الله يمكن هالسنة أو بداية الجاية، يعني بين هالفترات.